مو احنا لسه واصلين الى طريق مسدود، احنا الان واصلين الى طريق مسدود. لا الطرف الثالث سياسيا اليوم قادر ان يدخل، ولربما بعد ما يشكل، لربما الاسبوعين القادمه ننتظر ان شاء الله، لربما يشكل اطار، بعد الاطار راح تصير ازمه لربما اكثر، لان التيار الصدري لا زال اليوم رافض اليوم الاطار التنسيقي وتشكيل الحكومه. الان هل تقف المرجعيه يعني واقفه اليدين وهم تقول انا ما اتدخل سياسيا؟ لا تتدخل، البلد في حمايه المرجعيه، مثل ما دخل اليوم داعش واعطت بيان نفور عام لكل الشعب العراقي، وانهت على طوال 4 سنوات حرب قادتها 30 دولة، مو دولة واحدة لداعش، كلها كانت تؤيد لداعش، يعني تحسبها من دول عربية ودول أوروبية وغيرها، ودخلت وخربت في العراق. أعتقد لا، الكلمة تقف. أنا أنتظر في كل يوم وأتابع اليوم كل بيانات اليوم. الطرف الآخر يدعن إذا ما تطرحون المرجعية يعني. أكيد طبعاً. لن يختلف سيد مقتدى الصدر، وهو جندي من جنود السيد السيستاني، لا يقف. خلينا ما تبقى من لا 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 لأكمل هذه الجزئيه، حتى ماذا سينادي السيد علي السيستاني؟ عراقكم، مذهبكم، اخوتكم هي الرايه العليا، فسينزع الجميع ما عدا بعض الاشخاص هذه العدم سلميه ويتجه الى السلميه والاتفاق.